اللعيب بيطلع يضغط عليك، بيجبرك ترجع الكره ورا ثم يرجع يقف في مكانه، تخش انت تاني، اطلع لك تاني، اضغط عليك ترجعها ورا وارجع تاني مكاني. جه بقى الراجل مدرب الوداد عموته، عمل ايه بقى؟ عمل حاجه مهمه جدا في الشوط الثاني، والحقيقه ان بغض النظر عن مستوى الفرقتين في الشوط الثاني، لان هو كمدرب عمل شغل جامد جدا في الشوط الثاني. ايه هو بقى الشغل اللي عمله؟ الحسين عموته، اطلع لي هنا يا عموته معلش. مين اهم لعيب في الفرقه دي؟ مين اهم لعيب في فرقه الوداد؟ الراجل ده فابريس اونداما. حطه فرود صريح، طلع بن شرقي بره شويه وقال لك انا هعمل حاجه بقى مهمه جدا، لا بس نرجع الاهلي كده مكانه بسرعه. خلاص انا هرمي التقل بتاعي، الكارت الكسبان بتاعي هرميه هنا في القلب، وبما ان انا مش عارف احضر خالص ولا انقل الكوره في المنطقه دي، فانا هشعلقها له جوه ال 18 وخلاص، اشعلقها له واخش اضغط وراه، اشعلقها له واخش اضغط وراه، بما ان الراجل ده هو اهم لعيب عندي وانا مستهلكه جدا في انه عمال يستلم في الزحمه ويلف ويستلم في الزحمه وينزل ويعمل، وفي الاخر خالص بيستلم يستلم ويقوم هوب خابط في حجازي. حجازي اللي كان عامل شوط اول برده كبير جدا، كبير جدا جدا في الشوط الاول. في الشوط الثاني دخل في اونداما واتشعلقت له الكوره، وارتكب حجازي خطأه الاول انه طلع بدري قوي قوي وباع نفسه على فابريس اوندامو اللي حجز على كورته كويس جدا وسجل الهدف الاول. عمل ايه بقى الحسين عموته بعد كده؟ عمل حاجه في منتهى الخطورة ومحدش بيعملها أبدا قدام الأهلي، لكن اللي بيعملها بينجح. أنا عن نفسي وأنا بتفرج على الماتش شفت الوداد في الشوط الأول فريق ميت تماما مش قادر يعمل أي حاجة، ثم جاب جول أنا قلت خلاص دي فرقة جابت جول هترجع بقى تستخبى جوه ال 18. لا، الراجل عمل العكس. الراجل بدل ما كان بيقابل في الشوط الأول من نص ملعبه ده طلع بفرقته كلها قدام. كلها طلعت تضغط من قدام. الأهلي عشان يفصل الأربعة دول في حتة لوحدهم عن بقيه الفرقه طلع ضغط من هنا، الحته دي كانت محور ضغط الوداد على الاهلي، ما سابلوش اي فرصه يتنفس، مش ساب الاهلي يطلع يضغط ويجي لي نص ملعبي بعدين العب معاه، لا ده هو لعب معاه هنا، لعب معاه في المكان ده. والمفاجاه ان الاهلي لم يحرك ساكنا، الاهلي ما قدرش يتجاوب او ما قدرش يتفاعل مع الضغط ده. كلنا عارفين الضغط العالي ده فيه ريسك، هضغط عليك هخنقك، بس لو لعبتها في ظهري بعد ما استهلكت لعيبه في الضغط عليك هيبقى في مساحه وهيبقى في مشكله. عشان كده الاهلي لما وصل بالكره 2 كانت خطيره شويه لان كان فيها تغلب على الجدار الدفاعي، لكن اغلب الكرات اصطدمت بالجدار الدفاعي للوداد المغربي ووقفت تماما. الراجل خنق الاهلي بشكل غير متوقع تماما. الاحمدي ده جمال ايت، ده صلاح الدين سعيد، انس الاحمدي اللي كان بيلعب هو اليمين، صلاح الدين سعيد كان بيلعب شمال، اصيب هو كمان. فقام منزل مين؟ وليد الكارتي نجم الشوط الثاني. الراجل اتورط في تغييرين، قلب دفاع ونص ملعب، الاثنين اللي خرجوا الاثنين اللي نزلوا نجوم الماتش. وليد الكارتي هو اللعيب اللي اخذ الكوره وانطلق بيها واداها لأونجم وجري على البعيده عشان يحطها جول. بيفكرك بايه جول وليد الكارتي ده؟ لعيب جاي من بره ال 18 بيسلمها، وبعد ما بيسلمها بيتحرك على البعيده وبتجيله على البعيده وبيحطها جول. جوله شبه جول عبد الله السعيد في المقاولين، عبد الله السعيد اللي بتمتلئ حوله وفوقه وتحته وعلى يمينه وعلى يساره علامات الاستفهام، واللي بيأدي فتره من أسوأ فترات حياته.